السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نهى السيد، أحب أعرفكم علشان تكونوا معايا لحظة بلحظة. أنا النهاردة عملت آخر إجراء في الإدارة التعليمية، وأنا عايزة أخليكم يعني تكونوا معايا أول بأول علشان تعرفوا أنا بعمل إيه وكده. بس للأسف المحامين بتوعي قالوا لي ما تفصحيش يعني عن أي حاجة بنعملها لغاية ما تبني النتيجة. يعني إحنا طمعانين في إن القانون يتطبق، انا عايزه القانون يتطبق، الحكم اللي معايا يتنفذ. انا مش بطلب حاجه مش حقي او بطلب حاجه بره القانون، انا عايزه القانون يتطبق مش اكتر، لان احنا في دوله قانون والمفروض القانون يتطبق على الكبير وعلى الصغير وعلى المسيحي وعلى المسلم بغض النظر عن الدين او عن اللون. انا عايزه بس القانون يتطبق، واديني منتظره اهو، لعل وعسى ربنا يكبر بخاطري والقانون يتطبق واحصل على اولادي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.